أنا حضرت صباح السلام عليكم السلام عليكم وش هو الكونتوني تاع الكونترا؟ الكونتوني تاع الكونترا لو بروميير سي لاميناجمون دو بوين زو عندنا دو لوكيسيون رغم ان كور دو رياليزاسيون ايه ان كور دو هذا سي تان كونترات وي ان شاء الله انني نهنى ثمرتنا قبل وانني ذوق السيا مبروك ان شاء الله الشعب الجزائري وكل الذي حافظ في السجرت الذي حافظ في الغابه لانه السجرت تثاني توش الحياه تثاني توش الهواء تثاني تحفظ في الثمور تثدي تاوين النوث الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين
ينا من وقلنا أدى تصدق من القيام وقلنا غير الشجر دكفوس أتي غير سقوق مكانس الزات ما تقب، وبالتالي الشجرة عندها معنى كبير، وإحنا في هذا اليوم الوطني اللي والله اليوم الدولي للشجرة نحن متواجدين في بلدية عزازقة إن شاء الله نقوم ولو على سبيل المثال فقط لكل القطر الجزائري أنه قمنا بغرس ما يقارب 500 شجرة في هذا المكان، وراح تكون العملية مستمرة في 27 موقع لنا في ولاية تيزي وزو في لغرس ما يزيد عن 2000 شجرة، لأنه نحاول على الأقل نعوضوا إن شاء الله الأشجار اللي تعرضت للحرائق خاصة في سنوات 2021-2022، لنحافظ على غاباتنا، لنحافظ على الشجرة فهي الحياة، ومن خلالها لما نحافظ على غاباتنا وشجرتنا أنه نحافظ على بلدنا. فالجزائر هي الشجرة جزء من حياتنا وجزء من الجزائر، اللي نحافظ على بلدنا ونحافظ على وطننا من خلال الحفاظ على الشجرة وعلى كل ما يوجد في وطننا.